جمال عارف لو عرض عليك منصب ولا إداري في النادي؟ لا لا ما ما ما, ما أبغى منصب ولا إداري ولا بعدين في إداريين كويسين ترى في نادي الاتحاد الأمانة. أنا بالنسبة لي المناصب في نادي الاتحاد يمكن يعني وجدت نفسي أنا في الإعلام أكثر للأمانة، حتى المناصب الإعلامية يعني يمكن تعرف إن أنا اعتذرت يعني آخر فترة أنا اعتذرت عن المناصب الإعلامية في النادي، ولكن في النهاية إحنا يعني دائما نشتغل حتى ونكون بعيد عن المناصب، بعيد عن المناصب وعن الأضواء والبحث عنها. الحمد لله إحنا بنطرح آراء، وحتى آراء مو في البرنامج، آراء شخصية لبعض المسؤولين في النادي، ويمكن الناس ما تتقبلها، تشوف إنه جمال يمكن خبرته أقل أو ما عنده إمكانية إنه يقول رأي، لكن في النهاية هم يعني أصحاب الرأي في القرار في نادي الاتحاد هم لا حدود. لكن لو أنا جيت أبغى مني رأي في أشياء كثيرة أنا مسجلها، ترى على فكرة مسجلها عندي وحافظها عندي بالجوال، أشياء كثيرة لازم تصير عشان النادي الاتحاد. وعن فكرة يا أبو بدر بس عشان الناس تتكلم، أنت تكلمت قبل كده يا أبو بدر قلت إنه الاتحاد يحتاج إلى بناء، وهذا الكلام غير مع احترامي لك غير صحيح. أنت قلت وموسى المحياني قال إنه الاتحاد يحتاج إلى، يا رجل الاتحاد يحتاج إلى 7 أجانب ممتازين، ها ولا بناء. طيب أقول لك شيء واحد، لا لا استنى بس خلينا نقول عشان ما نتشعب الاتحاد. أوكي انت وجهة نظرك ان 7 لعيبة ومدرب وامشي. نعم والله ما ضيع الاتحاد الا هذا. لا ما ضيع الاتحاد الا هذا. لا انت لازم تعرف انك فريق يبغى له بناء. اقول لك بناء ما كيف عندك؟ انت يبغى 30 لاعب يا ابو بدر، يا ابو بدر 30 لاعب كيف؟ فابيلك 30 لاعب كم بنلعب يا حبيبي؟ الاتحاد اللي تحلم فيه يا راجل واللي عشق الملايين كان 11 في الملعب وفي 11 مكان زيهم يا ابوي، غير ما في عندك 11 لعيبه ولا في البلد لعيبه. اقول لك يا ابو بدر شيل السومه من الاهلي، وشيل قوميز من الهلال، وشيل حمد الله من النصر، ها شوف يعني انا ولدي ابغى يتخرج من هندسه صناعيه من هارفارد من امريكا، تقول لي والله ولد الجيران يا اخي هذا وتخرج يا اخي. انا اتكلم معك على امثله، انا لازم السقف حقك ما تاخذ. انا اتكلم على امثله، مين المتصدر؟ مو الهلال؟ قوميز اختفى، ايش سوى الهلال؟ الهلال مؤسسه لا 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 بس لا لا انت لا تقول لي مو لعيبه جانب. ما قدر الهلال، الهلال ما قدر يستمر. مين الهدافين؟ مستمر طرف. مين الهدافين في المنافسه كل هذه السنوات؟ بحظ يا اخي، مو حظ، انا ما تكلمت حظ. في شغل، في شغل، مو 7 لعيبه ها ايش شكله؟ لا يا عمي هذه اجيال واداريين وخطط واستراتيجيات. الهلال تغيرت كل اداراته يا اخي نفس الطريقه. اقول لك تحيه، كان حد محفظهم. اقول لك يا ابو بدر انا ما اتكلم على الهلال انه ما في استراتيجيه، بس حتى لو قلت فيها حقك يعني. لا 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 ولا النصر ما في استراتيجيه عمل الان في السنوات الاخيره للامانه، لكن اتكلم على 7 اجانب. شيل ابرز الحين، شيل حمد الله وسومه وقوميز. انت تبغى تجيب دوري وتنبسط بس؟ ايه ولا تبغى تسيطر على حقبه يا ابوي؟ عندك لعيبه محليين زي مين؟ ابو بدر تبغى كل يوم اذكره؟ لا زي مين يعني؟ فواز القرني حارس منتخب، والنعم علي وراسي، زياد المولد مدافع ممتاز. ممكن تقول لي 11 لاعب حقين الاتحاد قبل 10 سنوات ولا 15 سنه؟ والله غير يا ابو بدر. استنى اعطيك 11 لاعب للاهلي، لعيبه ثقال. الحين ابغى اسالك سؤال، هذا كل شيء الاهلي، الاهلي والهلال. انت قضيتك الاهلي؟ لا 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 الهلال، الهلال، الهلال مين متصدر؟ ما لنا شغل في الهلال، نتكلم عن الاتحاد يا اخي. دحين لازم انت كمان جيب 11 لاعب للهلال اول. دحين غاب سلمان الفرج، سلمان الفرج غاب عن الهلال يا اخي. بالطريقه هاي ترى الفريق ممكن يروح لا ولا يا يرجع. ابو بدر لا 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 ولا يرجع. جيب لعيبه بالطريقه هذه ممكن ينزل وما يرجع. كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ انا ما اتمنى طبعا. لا 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 دقيقه، بس اذا اعتقدت ان المشكله هي بس كم لاعب. ايوه نعم 7 لعيبه اجانب وشوف الفريق، شوف الفريق. الدليل، والدليل انا اقول لك يا ابو بدر، الدليل العام الماضي الاتحاد، العام الماضي هو كان في طريق الهبوط، جابوا لعيبه مميزين اجانب، غير شكل الفريق ولا مباراة خسرها. ايش رايكم المباراة؟ شاركوا معنا في نقطة نظام المباراة الأخيرة، اعطونا رايكم، هل تتفقون مع رأيي ولا مع رأي جمال عارف؟ جيب 7 أجانب تغير لك شكل الفريق كله. وانا ارى لا، ان الفريق يبغى له بناء، الفريق بناء يبغى له موسم يسوي يا ابويا بناء، يجيب بطولة وخلاص. جمهور ما يتحمل. طيب هذه نقطة نظام، امامكم ونرحب